إذا قلت لك هاي المراية توديك الزمن معين، وين تحبين ترجعك؟ ترجعني؟ أي. لعمري 10 سنين. إيش معنى؟ حتى أشبع من أمي. إيش راح تعوضين وياها لحظات؟ حتى لا أتزوج ولا أخلف ولا أبتعد عنها ولا أشتغل ولا أكون هن طالب و... تعيشي لها بس. تقصرت وياها فترة من الفترات؟ أي هواية هواية، وأتمنى يا ربي أعوضها. أنت يمكن أن تعوضيها حتى لو لحقتي تسعديها؟ الحمد لله إن شاء الله الله يقدرني إن شاء الله. أنا ما أريد أبكي، هاي الحلقة كلها صارت بكي. إذن إذا قلت لك مكان حابة تروحي له، نزلي المراية خلاص ما أريد أتعبك. مكان حابة أروح له؟ تروحي له دولة ممكن؟ لا ما تحبين السفر؟ لا ما أحب السفر، بس مكان حابة أروح له ومن نفسي أروح له، وأروح على قولة أهلنا قبل شكاية وبتشاية الاثنين، أروح بين الحرمين. مستمرة على الزيارة؟ الحمد لله. ليش صارت عليك موجة من السخرية من حكيتي بموضوع الزيارة؟ كل إنسان وعقله، كل إنسان و... هم شايفين هن طالب، اللي هي هن طالب هي الممثلة، هي اللي تطلع بالأدوار، هي اللي دائما مكياج ولبس وشعر وكذا وسفر و... ف يعني يريدون يبقوها بهذا الشيء. زين أنا مثلكم، أنا إنسانة وإلي حياتي الخاصة، كل إنسان إلي حياتي الخاصة، فأني حياتي الخاصة بهالشكل، ما تقدرون تغيروني يعني. أكيد. أوكي أنا أمثل لكم كل شيء، بس حياتي الخاصة ما لكم علاقة بها. خايفة من اللي جاي؟ خايفة من مثل شنو؟ الأيام الجاية؟ لو متفائلة بها؟ لا الحمد لله إن شاء الله ماكو شيء. إن شاء الله ماكو شيء. إذا نقول بنهاية كتاب هنطالب اليوم، وإحنا نكتب كلماته الأخيرة، إذا طلبت منك تنطيل عنوان هذا الكتاب شنو يكون؟ إلا عنوان العنوان اللي أنا أريده مغلق. إيش معنى؟ أريد كل شيء بحياتي ينغلق. إيش قد أكو صفحات اليوم تتمنين تمزقيها من هذا الكتاب؟ مو أمزقها، بس كافي يعني نحكي عن الناس، كافي تحجون علي، كافي تحجون على غيري، كافي. أكو صفحات بحياتك بعدها سوداء ما تحبين تتطرقي لها أو تذكريها؟ لو أنت صرتي كتاب مفتوح للناس. لا أنا يعني إذا تسألني أجاوب يعني صريحة، ما أخاف. أنا خلي أكون صريح وياك، أنا قابلتك أول ما إجيتي لبغداد كنتي حيل منغلقة على نفسك أكثر، صرتي صريحة. لا 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 مو منغلقة، بس ضجت تعبت يعني لقاء بأكمله يعوفوا ياخذون كلمة وهذا يحكي من جهة، هذا عصر العصر الجديد من لا كافي ما حلو ما حلو. فاليوم حاسبتي أحد أو عاتبتي أحد؟ أبدا ولا أعاتب إنسان، بالعكس تعال قل لي أساعدك أوقف وياك، بس لا تحكي علي، أنت ما تعرف عني شيء، ليش تحكي علي؟